الاهداف وعلى الارض لرونالدو. رونالدو 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 صاروخ مانيرا الثالث للمصري. Thank you, شكرا. Thank you, شكرا. يلا 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 يعني if you have the chance يعني if you السلام عليكم أوزباكستان. أنا هالمي أنا هالمي أسرتي أحب لامي أحب لامي أحب لامي الجمعة السبت الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت. Assalamu alaikum. Of course, Khabib. Khabib gonna win. My brother. Inshallah. كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي اترجد الواسع في مواقع التواصل الاجتماعي من بعد احتفاله بالهدف اللي سجله في مرمى فريق الشباب. انتشر مقطع الفيديو ديالو بشكل كبير هو كيسجد احتفالا بالهدف وبزاف ديال المعجبين ديالو تفاجئوا بهذه طريقه الاحتفال. وعلق العديد من الناس ان كريستيانو رونالدو في العديد من المناسبات بين احترامه وتقديره للدين الاسلامي والمعتنقين ديالو ومعروف عليه احترامه للامه العربيه ومختلف شعوب العالم. مؤخرا كثرت الهضره بشكل كبير على اعتناق كريستيانو رونالدو بالاسلام. من جهه اخرى قال العديد من المتابعين لهذا الحدث انه من مستبعد ان سجدة كريستيانو دليل على انه اعتنق الاسلام، خصوصا انه غيبغي يظهر الاسلام ديالو للناس كاملين والجمهور ديالو، وان السعوديه غتقوم بمراسم كبيره لالقاء الشهادتين امام العالم. على هذا الشيء الامر مستبعد. اما السجده ففسروها على انها مجرد تقليد اللاعبين العرب اللي تشبع بالثقافه ديالهم الاحتفاليه شكرا لله على كل انتصار كيف ما شفنا منتخبنا المغربي في العديد من الانتصارات. لكن من جهه اخرى باش نكونوا متفقين التصرفات الاخيره ديال كريستيانو والزملاء ديالو طريقه العيش ديالو في بلد اسلامي من شانها تاثر فيه ولاش لا في الايام والسنوات الجايه نسمعوا بالصح على انه على الاسلام ديالو والله يفتح قلبه على نور الاسلام. شاركونا رايكم في هذا الحدث وقولوا لنا باش فسرتوا نتوما سجدات كريستيانو. ما تنساوناش باللايك والتعليقات ديالكم المشجعه واشتركوا في القناه باش تكبر عائله ميكرو مغربي. تهلاو فراسكم.